كل دول العالم المراحل الانتقالية بعد خضة وشبه ثورة انتفاضة مثل صارت المراحل الانتقالية لمدينة اللومي أخطر مراحل ممكن تحصل. هل أنت من اللي بيقولوا هوز ماكس كمان يعني بعد اغتيال ترامب حاوي؟ نعم أكيد. بتخاف على نفسك؟ لا ما بتخاف على نفسك لكن بتخاف على الناس. أكيد نحن كلنا سوا اليوم ناس يعني صادر لحقنا حكم الأذان مع تأجيل التنفيذ أو مع التنفيذ سبب بيطلقوا بيطلقوا فيه. مش يعني اللي بيتعاطى بالسياسة أو الصحافة بيعرف إنه هذا ثمن بيدفع. معناه ما ماي ليش بتعرفي؟ ماي في ترى بيقولوا لائحة ماي مين معه خبر بهالإيحاء ومين بيقولوا؟ ماي اللي بيوصلوا بسهولة تو استسلمت رجعت السن. مستعدين الناس يقايدوا هالشيء هالشيء أنا عم بسأل الناس. مستعدين يقايدوا استقلالهم وحريتهم وحريتهم. والخوف بانه رجع يسود السنه البلد انتم متاكدين قولوا لنا الناس